السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الصف الثاني ثانوي، أهلا بكم في مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية ترم تاني 2020. هنحاول في المراجعة دي إن شاء الله نلمس على أهم الحاجات اللي ممكن تشوفها في الامتحان، ونفكر بعض بأهم الكلمات والقواعد بتاعة اللغة الفرنسية. دي المنظمة اللي إن شاء الله هنشوفها PDF بعد ما خلص الفيديو. أول حاجة عايز أتكلم عليها الألوان، اللي لازم تجيلك سؤال جرامير أو ممكن أنت تكتبها في موضوع التعبير. كنا عندنا 6 ألوان بتنتهي بحرف أ وهي مذكر، لما أجي أنسها بسيبها زي ما هي لأن حرف الأ هو علامة التأنيث في اللغة الفرنسية، زي روج أحمر، جان أصفر، بيج، روز وردي، موف بنفسجي، مارين بلون البحر. في كمان كلمة شاتان اللي معناها أحمر كستنائي، الكلمة دي يا شباب لما كنت باجي أنسها كنت بسيبها زي ما هي ما بضيفلهاش أ. طيب، يبقى كل اللي على الشمال ده مذكره زي مؤنثه. آخر كلمة عندنا كلمة رو، وده مش لون ده شكل. رو معناها أصهب، مفرد مذكر بتاعها زي جمع مذكر رو آخرها حرف إكس، لكن لما كنت باجي أنسها كنت بشيل حرف الإكس وأحط بداله 2 أس أ، تبقى كلمة اسمها روس بمعنى صهباء. طب عايز أقول صهباوات أو مزود أس كمان. طيب تعال نخش على الخانة اللي على اليمين. الألوان اللي هنا كلها ليها مذكر، وانا لما كنت باجي انسها كنت بضيف لها ا من عندي عشان احولها لمؤنث، هي حرف ال اللي انا حطيته بين قوسين دي. فير اخضر تبقى فيرت خضرة، جري تبقى جريز، نوار تبقى نوار، بران برين، بلو بلان تبقى بلوند شقره، فيولي بنفسجي عايزه انسها اضيف حرف تي وبعدين احط ا تانيس يبقى بضاعف حرف تي تبقى فيولات بنفسجيه، بلان يعني ابيض عايز اقول بيضه بزود اش اي مش اي بس تبقى بلانش بيضة. معلومة كمان مهمة في الألوان، عندنا 5 ألوان مذكرها زي مؤنثها زي جمع مذكر زي جمع مؤنث، يعني الخمسة دول لا يؤنثوا ولا يجمعوا، بيوصفوا أي حاجة مهما كانت الموصوف اللي في الجملة ده، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث، بحط الكلمات دي عادي جدا، لا أضيف اس ولا أضيف اي ولا أي حاجة خالص. أورانج برتقالي، ماندرين برتقالي، ماغون بني، أوليف زيتوني، سيترون ليموني. وكمان أي لون مركب، يعني أي لون مكون من كلمتين، بلو فونسي مثلا أزرق غامق، بلو كلير أزرق فاتح، بلو مارين أزرق بلون البحر. اللون المركب برضو لا يؤنث ولا يجمع، يوصف أي موصوف موجود عندك في الجملة. عندنا بعد كده ليفيتمون الملابس، كل اللي مكتوب على الشمال ده اللي باللون الأزرق دي ملابس مذكر، وكل اللي على اليمين باللون الأحمر دي الملابس المؤنثة اللي عندك في اللغة الفرنسية. حاجة دي تتذاكر كويس عشان انت هتستخدمها وانت في الامتحان. ادي كمان لماتير سكولير او المواد الدراسية. خلينا نفتكر مع بعض ان كانت كل المواد الدراسية عندنا في اللغة الفرنسية مؤنثة، ما عدا بس اللغات والرسم اللي هم مكتوبين بالأزرق، هم دول اللي مذكر. لماتيير بريمير او المواد الاوليه اللي هي المواد الخام، يعني اللي كانت لازم احط قبلها حرف جر او، لازم برضو اكون عارفهم علشان لما اشوفهم في جمله الجرامير وقبليهم نقط اروح احط حرف جر او. بعد كده عندنا لجور دو لا سيمان، ايام الاسبوع، مكتوبه لك كلها اهي، وطبعا كلها باللون الازرق لان كل ايام الاسبوع هي مذكر في اللغه الفرنسيه. لي بارتي دو جور او فترات اليوم لازم نكون عارفينها عشان هيجي لك سؤال في القطعة يقول لك فلان راح النادي الساعة كذا، ويجي في الأسئلة يقول لك اختار الإجابة الصحيحة من 4 اختيارات، هو راح الصبح ولا الظهر ولا بعد الظهر ولا في المساء ولا في منتصف الليل. كل الحاجات دي لازم تتذاكر يا شباب. بعد كده عندنا المواد العني، شهور السنة كلها مكتوبة بالأزرق اهي لأن كل شهور السنة مذكر. أهم حاجة لما تيجي تحفظ الشهور تحفظها بالرقم بتاعها، تبقى عارف إن شهر واحد هو جانفي أو يناير، شهر 2 فبراير فبراير وهكذا. بعد كده فصول السنة، وفصول السنة يا شباب مهم جدا إن احنا نعرفها، كل فصل بيبدأ إمتى وينتهي إمتى. طبعا كل فصول السنة مذكر، أنا بادئ هنا بالربيع اللي هو أحلى فصل، بيبدأ في أحلى يوم في السنة 21 مارس اللي هو يوم عيد الأم، عشان تبقى عارف بدايتك فين. الربيع أحلى فصل، بيبدأ أحلى يوم في السنة 21 مارس يوم عيد الأم، وتقوم حاطط جنبه كمان 3 شهور يخلص 20 جوان أو 20/6. طيب يبقى الربيع بيبدأ في 21/3، وعندك كمان 4 5 6،
عشان يجي بعده الصيف يبدأ 21/6 وتحط جنبه 7/8 يخلص 20/9، بعد كده الخريف يبدأ 21/9 ويستمر 10/11 يخلص 20/12، وآخر حاجة الشتاء يبدأ 21/12 وترص جنبه بقى يناير فبراير يخلص 20 مارس، عشان يرجع بعد كده الربيع يبدأ تاني يوم 21 مارس. بعد كده عندنا أعضاء جسم الإنسان. زي ما اتفقنا، كل حاجة على الشمال بالأزرق هي مذكر، وكل حاجة على اليمين بالأحمر هي مؤنث. طيب، أهم حاجة تعرفها إن أعضاء جسم الإنسان كلها مفيش آخرها حرف إيه، ما عدا عضوين بس: البطن لو فونتر والوجه لو فيزاج. يبقى دول بس اللي آخرهم إيه وهم مذكر، لكن أي حاجة تانية مش هتلاقي آخرها إيه. عندنا 3 أعضاء لازم يبقوا جمع: لشيفو الشعر، لزيو العيون، لدوا الأصابع. ننقل على المؤنث. كل عضو من أعضاء جسم الإنسان مؤنث لازم يكون آخره إيه، لازم يكون آخره إيه، ما عدا عضو واحد بس: لعماه اليد، هي الوحيدة اللي مؤنثة ومفيش آخرها إيه. وعندنا برضو هنا 3 أعضاء لازم يكونوا جمع: لجو الخدين، للفر الشفايف، لدون الأسنان. بعد كده عندنا البلاد يا شباب، لبيي. برضو أي بلد مكتوب على الشمال بالأزرق هي مذكر ومش هتلاقي آخرها إيه، وأي بلد على اليمين بالأحمر لازم يكون آخرها إيه، عشان تعرف تفرق ما بين البلد المذكر والبلد المؤنث. يبقى المذكر مفيش آخره إيه، لكن المؤنث لازم يكون آخره إيه. طيب، لو مشينا كده شوية هنلاقي إن عندنا هنا مكسيك وموزمبيق وكمبوج وزيمبابوي، دول الـ4 الوحيدين اللي مذكر وآخرهم إيه. وتملي بيجيب منهم المكسيك عشان يوقعك في الغلط، انت تشوفها اخرها ايه فتفتكرها ان هي مؤنثة، لا هي مذكر. وعندنا 2 جمع: لزيتازوني الولايات المتحدة الامريكية، وباي باس الهولندا او الاسم القديم البلاد المنخفضة، ده الاسم القديم لهولندا قبل ما يبقى اسمها هولند، اللي هي مؤنثة واخرها ايه. طيب، عندنا بلد وحيدة جمع في المؤنث، هي جمع مؤنث، وهي بلد الفلبين. انا حاطط لك هنا كمان الارقام ازاي تتكتب بالحروف، عشان ممكن يجي لك سؤال جرامير فتبقى عارف الارقام بالحروف بتتكتب ازاي، وخصوصا من 1 لغاية 100. لنمبر اوردينو او الاعداد الترتيبيه، لو بروميير يعني الاول، هي الوحيده اللي بتؤنث. لما اجي انسى اقول لا بروميير المكتوبه بالاحمر بمعنى الاولى، لكن بقيه الارقام بعد كده الثاني زي الثانيه، بتفرق بس في الاداه اللي قبليها، بدل لو احط لا. يبقى لما اقول الثاني اقول لو دوزيام، عايز اقول الثانيه اقول لا دوزيام. واخر حاجه كلمه دارنيي يعني الاخير، لما اجي انسى اقول الاخيره يبقى لا دارنيير، برضو شكلها بيتغير زي الاول والاولى. هتلاقيني برضو حاطط لك في المذبه تصريف كل الافعال اللي عندك في المنهج في زمن البريزون او المضارع. الخانه اللي على الشمال دي كلها اللي بالاصفر دي الافعال في مصادرها في الانفينيتيف، وبعد كده خانه انا وانت، جو وتو، ايل وال وان، الثلاثه بيساووا بعض عند التصريف، نو وفو ويل افك اس وال افك اس اللي بيساووا بعض عند تصريف الافعال في زمن المضارع. طيب، هل انا هحفظ كل ده مشي؟ لا طبعا. بمنتهى البساطه، اي فعل مجموعه اولى اخره او ار، تملي قدام جو بشيل الار احط او، اجي قدام تو بشيل الار احط اس، اجي قدام ايل وقال وآه اشيل ار احط او، قدام نو بشيل ار احط وان اس، قدام فو بحط او زد، وقدام ايل افك اس ولا افك اس بحط او ان تي. ده بالنسبه لافعال المجموعه الاولى، ما عدا طبعا فيرب علي بمعنى يذهب، هو الوحيد اللي مجموعه اولى وشاذ. لما اجي اصرفه بقول جو في، تو فا، ايل فا، نوز الون، فوز الي، ايل وقال افك اس، فون. طيب، افعال المجموعه الثانيه عندنا منهم فيرب فينير بمعنى ينهي، كنت بشيل الاي ار اللي هي نهايه المجموعه الثانيه واحط بدالها اي اس قدام جو، اي اس برضو قدام تو، اي تي قدام ايل وال وان اللي مستحيل الفعل قدام يكون اخره اس، ببدل الاس بتي، قدام نو بحط اي 2 اس هو الاس، قدام فو اي 2 اس او زد، قدام ايل افك اس ولا افك اس اي 2 اس او ان تي. بعد كده افعال المجموعه الثالثه، ودي مجموعه الشواذ، مش مطالب برضو ان انت تحفظها قوي، بس اعرف معلومة مهمة ان تملي افعال المجموعة الثالثة
تصريف انا هو تصريف انت، ولازم يكون اخره اس. تملي قدام جو زي قدام تشو اخره اس، لكن بيجي قدام ايل وقال وان بيشيل الاس ويبدلها بحرف تي. وتملي قدام نو او ان اس، قدام فو او زد، قدام ايل باك اس ولا باك اس او ان تي، فبتبقى الاجابه واضحه قدامك وبتعرف تختار تختار من الاربع اختيارات اللي بدهم لك في الامتحان. من الحاجات برضو اللي حاططها لك هنا في الملزمه عشان لازم تذاكرها كويس، حروف الجر الداله على المكان اللي لازم احط وراها حرف جر دو، زي اكوتي دو، ادروات دو، اجوش دو، على فين دو، وهكذا. كل حروف الجر دي يا شباب لازم يجي وراها حرف جر دو، علشان انت لما تيجي تشوف بعد كده بعد النقط في الامتحان هو حاطط الاسم اللي مكتوب بعد النقط ده مذكر ولا مؤنث، هحط قبله دو اللي بتساوي دو زائد لو، ولا دو لا اللي بتساوي دو زائد لا. اخر حاجه بفكرك بيها وحاططها لك هنا عشان تذاكرها كويس، تصريف الامر للثلاث افعال الشاذين في صيغه الامر، فيرب اتر بمعنى يكون، افوار بمعنى يمتلك، سافوار بمعنى يعرف او يعلم. دول شاذين في صيغه الامر، لما اقول كن بقول سوا اخر اس، نكن سويون، كونوا سويي. طيب فيرب افوار بمعنى يمتلك، لما اقول خلي عندك اسمها اي، نخلي عندنا اسمها ايون، خلي عندكو ايي. فيرب سافوار ساش اعلم، ساشون نعلم، ساشي اعلموا. بعد كده هنلاقي في الملزمة أهم كلمات المنهج، وزي ما احنا متفقين أي حاجة على الشمال بالأزرق هي مذكر، أي حاجة على اليمين بالأحمر هي مؤنث. أغلب الأسماء والكلمات المذكرة يا شباب في اللغة الفرنسية ما بيبقاش آخرها أو لما بيكون مذكر، لكن أغلب المؤنث بيكون آخره أو أو إي أو إن. إي أو إن على بعض نطق إيون، يبقى أي حاجة آخرها إيون أو آخرها أو تعرف إنها مؤنثة. بس ناخد بالنا ان في المذكر في حاجات اخرها او، يبقى انا لما الاقي في الامتحان كلمه اخرها او اقف افكر شويه قدامها هي الكلمه دي مذكر ولا مؤنث، لكن لما ما الاقيش او اعرف على طول ان هي مذكر. انا حاطط لك كل الكلمات بتاعت المنهج عشان سؤال الدوكيومون الوثيقه لما يجي لك في الامتحان تعرف تقرا الوثيقه وتفهمها وبعد كده تحل الاسئله اللي عليها. كمان هتلاقيني حاطط لك كل افعال اللي عندك في المنهج عشان لو استخدم فعل فيهم في القطعه وانت بتقرا القطعة تعرف تفهمها كويس. هتلاقي كمان كل الصفات وحروف الجر والتعبيرات برضو عشان تراجع عليها وتذاكرها. تعالى بقى نبدأ مع بعض نراجع على الأسئلة المقالية. انت عندك في الامتحان كل الأسئلة اختياري ما عدا سؤال الإيميل وموضوع تعبير أو سوجي، هي دي الأسئلة المقالية. بالنسبة لأهم أسئلة الإيميل أنا حاططها لك هنا في الملزمة برضو، تعال نحل مع بعض كده. الإيميل الأولاني بيقول سالو تحياتي، tu vas assister انت راح تحضر، assister معناها يحضر، متصرف هنا في الفيوتشي بروش، à l'anniversaire في عيد ميلاد de Tom بتاع Tom، que vas-tu porter ماذا انت راح ترتدي، وفي الآخر محيب كلمة تشاو. طيب هو بيديك درجة هدية انك ترد التحية الأول بكلمة سالو قبل ما ترد على الأسئلة اللي هيديها لك، وبرضه ترد التحية في الآخر بعد ما تخلص الإجابة بكلمة تشاو. الكلمتين دول بس عليهم درجة. طيب تعالى بقى نرد على الإيميل. قلت له سالو تحياتي، وي نعم، جو في اسيستي أنا راح أحضر. هنا بيختبرك في تصريف الأفعال لما تصرف قدام جو غير لما كان بيصرف قدام تشو وهو بيسألك. أنا راح أحضر على أنيفرسير دو توم في عيد ميلاد توم. طيب هتلبس إيه؟ جو في بورتي أنا راح أرتدي ان بنطلون نوار بنطلون اسود، اون شوميز بلانش وقميص ابيض، وفي الاخر قلت له تشاو تحياتي او سلام. طيب مين تاني؟ تحياتي كال تون فاتيل فير سوسوار. هنا بيسال عن الطقس يا شباب، تون معناها الطقس، بيقول الطقس هيبقى عامل ايه في هذا المساء. كال فاتمون اي ملابس تو فا بورتي انت راح ترتدي او كلوب في النادي. ردت التحيه قلت له سوسوار هذا المساء il va faire froid الجو هيبقى برد. طيب هرد على السؤال التاني، je vais porter انا راح ارتدي un survêtement training et des baskets وحذاء رياضي، عشان هو كان بيسألني بيقول لي هتلبس ايه au club في النادي. الميل التالت، salut تحياتي، tu aimes quelle tenue انت بتحب اي زي، quel accessoire اي اكسسوارات tu mets انت تضع او ترتدي،
على سورتي في الخروجة. سورتي معناها الخروجة. ردت التحية: جام لا تونيو سبورتيف، بحب الزي الرياضي. طيب، وبعد كده السؤال الثاني: على سورتي في الخروجة جو مي، أنا بضع أو برتدي ام براسولي اسورة أو حظاظة، اي اون سانتور اون كوير، وحزام من الجلد. هي دي الاكسسوارات اللي كان بيسأل عليها. الايميل الرابع: سالو، كومون تو تروف مي نوفال لونات دو سولي، كيف انت تجد نظارة الشمس الجديدة بتاعتي؟ تو تروف هنا بمعنى تجد او رأيك فيها، نوفال يعني جديدة، لونات نظارة دو سولي بتاعت الشمس. سا تو فا او سا تو بلي، تو بلي معناها تعجبك، هي تعجبك. رديت قلت له نعم، سالو، تي نوفال لونات، نظارة الشمس بتاعتك دو سولي سون سوبر، تكون رائعة. كلمة سوبر يا شباب من الكلمات التي لا تجمع ولا تؤنث توصف أي حاجة. هنا بوصف لونات دو سولي، نظارة الشمس، وكلمة لونات هي جمع مؤنث عشان فيها عدستين، وصفتها بكلمة سوبر، ورغم ذلك ما حطيتش اس، لأن سوبر لا تجمع ولا تؤنث. وفي السؤال الثاني سا تو بلي، ده يعجبك، قصده على النظارة طبعا. قلت له نعم، وي سا مو بلي، تعجبني أنا. لما سألني بكلمة تو بمعنى لك، أنا لما رضيت قلت له مو بمعنى ليا، مو عكس تو. السؤال اللي بعده: سالو، تو فا فير لي بوتيك سو سوار، أنت راح تعمل تسوق ملابس هذا المساء. فير لي بوتيك معناها يعمل تسوق ملابس، لأن كلمة بوتيك معناها محل الملابس. كال فيتمون، أي ملابس تو فا أشوتي، أنت راح تشتري. رديت التحية قلت له نعم، وي جو في فير لي بوتيك، أنا راح أعمل تسوق ملابس سو سوار، هذا المساء. طيب هتشتري إيه بقى؟ جو في أشوتي، أنا راح أشتري أن بونتالون نوار، بنطلون أسود، إي إن شوميز بلونش، وقميص أبيض. الإيميل اللي بعده: تحياتي، افيك كوا تو كومونس تا جورني لو ويك اند، بماذا انت تبدا نهارك في الويك اند؟ او تو فا، اين انت تذهب، افيك كي، ومع مين؟ ردت التحيه قلت له في الويك اند جو مو دوش، انا باخد دوش، فيرب سو دوشي بمعنى ياخد دوش او يستحمى، بوي ثم جو برون، انا باخد لو بوتي ديجوني، الفطار. يبقى هي دي الحاجات اللي انا ببدا بيها، فيرب كومونسي معناها يبدا، ببدا اليوم بتاعي او الويك اند بتاعي بان انا باخد دوش، وبعدين باخد الفطار، وبعد كده هقول له، هرد بقى على السؤال التاني، او تي فا، قلت له جو في، انا اذهب او كلوب، الى النادي، افيك ميزامي، مع اصحابي، عشان قال لي افيك كي. سالو، او تي فا، اين انت تذهب، دون لا سواري، في السهره، ولماذا، بوركوا. قلت له دون لا سواري، في السهرة، جو في او سينما، أنا أذهب إلى السينما. ليه بقى؟ بور فوار، لكي أرى، ان نوفو فيلم، فيلم جديد. بور بمعنى لكي، وده حرف جر، يبقى أي فعل هيجي بعده هيتحط في مصدره، فيرب فوار هنا في المصدر بمعنى يرى. آخر إيميل: تحياتي، تو دي زانيمو شي توا، أنت عندك حيوانات عندك، شي توا معناها عندك في البيت. كال انيمال تي بريفير، اي حيوان انت تفضل، ولماذا، بوركوا. طبعا لما يجي يسالك بسؤال بمعنى هل، وعايز الرد عليه بنعم او لا، غصب عنك لازم تجاوب بنعم عشان تعرف تجاوب على الاسئله اللي بعد كده. فهنا قلت له نعم، وي جي ان شيان، انا عندي كلب، اي ان شا، وقط، شي موا، عندي في البيت. طيب والسؤال الثاني: اي حيوان انت تفضل؟ قلت له جو بريفير، انا افضل لو شيان، الكلب. طيب بوركوا، ولماذا؟ بارسكو، لأن إلي بلو انتليجون كو لو شا، هو أكثر ذكاء من القط. انتليجون معناها ذكي، والقط بيبقى أكثر ذكاء طبعا من الكلب، سوري، بيبقى أكثر ذكاء من القط. يبقى أهم حاجة في سؤال الإيميل يا شباب إن ما ننساش نرد بالتحية في البداية، ونردها برضو في النهاية زي ما هو كان كاتب لي بالظبط في السؤال. قال لي سالو، أقول له سالو، نها بتشاو، انهي برضه بتشاو، نهب ابلوس، نهب اورفوار، انهي بنفس الكلمه اللي هو هينهي لي بيها سؤاله علشان اخد الدرجه كامله بتاع السؤال الايميل. اهم حاجه كمان ان لما اجي اجاوب على الاسئله اللي هيدهاني، كل اجابه انا هبدا بيها لازم ابدا كابيتال، ولما اخلص اجابتي انهي بنقطه، عشان كده اعرفه
ان انا نهيت جملتي وخلصتها وجاوبت على السؤال الاولاني، اجي اجاوب على السؤال التاني ابدا كابيتال تاني، وبعد كده اخلص الجمله احط في الاخر نقطه، يبقى انا كده جاوبت على السؤال اللي وراه. اعرف اللي انت اللي بيمتحنك ان انت فاهم انت بتعمل ايه، ابدا الجمله كابيتال وانهيها بنقطه، هي دي الشياكه في اللغه الفرنسيه. تعالى بقى نشوف الموضوع او السوجي، انا حاطط لك هنا اهم مواضيع التعبير، وهنبدا بالموضوع الاهم والاكثر اهميه واللي ان شاء الله هيجي لك في الامتحان. ديكري، اوصف لي فاتمون، الملابس كو التي تو بورت، انت ترتدي اوديسي في المدرسه. هيقول لك اوصف الملابس اللي انت بتلبسها في المدرسه او في النادي، يا كده يا كده. طيب لو هنتكلم عن المدرسه هتلبس ايه في المدرسه؟ تعال الاول نبدأ بكلمات أو جمل مهمة جدا عشان أزود بيها عدد الجمل اللي هو هيقعد يعديها لي في الامتحان عشان يديني الست درجات. قلت له جو سوي إليف، أنا أكون تلميذ أون دوزيام أني سكوندير، في سنة تانية ثانوي. أدي جملة، جملة تاملة بدأتها بكابيتال، بدأتها بكابيتال ونهيتها بنقطة، يبقى أنا كده كتبت جملة فراز كومبلات، جملة تامة أخد عليها درجة من الستة. الجملة التانية quand je vais au lycée، عندما أنا أذهب إلى المدرسة. je porte، أنا أرتدي un pantalon gris، بنطلون رمادي، en jean، من الجينز. طيب نخلي بالنا بقى، هو هيجيب لك إليمون أو عناصر تستخدمها وأنت بتكتب الموضوع، فمن ضمن العناصر اللي ممكن يطلبها منك طالما انت بتتكلم عن اللبس، ممكن يطلب منك مثلا اللون، يقول لك كولور، فانا هنا وصفت البنطلون بانه جري. وممكن كمان يوصف او يتكلم او يطلب منك الاليمون بتاع المواد الخام، يقول لك ماتيير بريمير، يبقى تقول له هنا اون جين، من الجنس، اون كوتون، من القطن. طيب نكمل. اي ان شوميز بلانش، وقميص ابيض، ان كوتون، من القطن. يبقى انا كتبت اسم اللبس اللي هو القميص وكتبت لونه بلانش ابيض، وبما ان القميص مؤنث يبقى بلانش بيضه، وكمان كتبت الماده الخام كوتون، حطيت قبلها حرف جر ان. جو مي دي شوسيت، انا برتدي شرابات، ان كوتون، من القطن، اي دي شوسور، وجزمه نوار، ان كوير، سوده، من الجلد. طبعا هنا في غلطة إملائية، لأن الشوسور الجزمة هي جمع مؤنث، يبقى لازم لما أجي أوصفها تكون الصفة كمان جمع مؤنث، يبقى هنا لازم أزود حرف أ عشان تكون سوداوات. بور ليز أكسسوار، بالنسبة للأكسسوارات، لأن ممكن يديهالك برضو في الإليمون في العناصر، يقول لك إيه هي الأكسسوارات اللي أنت بتلبسها. قلت له جو مي، أنا برتدي أن براسولي برازيليان، أسورة برازيلي. تعال نشوف بقى لو قال لك اوصف الملابس اللي انت بتلبسها في النادي، النادي غير المدرسه. طيب انا عشان ازود جمل برضو قلت له جو سوي سبورتيف، انا اكون رياضي. تخيل دي كده جمله كامله تاخد عليها درجه من السته، فيها فاعل وفعل وصفه، انا اكون رياضي. كون جو في او كلوب، عندما اذهب الى النادي. جو بورت، انا ارتدي ان شورت اي ان تي شيرت، بلبس شورت وتي شيرت. Je porte aussi، ارتدي ايضا، un survêtement training blanc ابيض. Je mets des baskets، وبرتدي حذاء رياضي بلو ازرق. طبعا الحذاء الرياضي يا شباب هو جمع مؤنث، واي حاجه بتلبسها في رجليك لازم تكون جمع مؤنث لانهم فردتين، يبقى لما اجي اوصفها باللون قلت زرقاوات، بلو هنا جمع مؤنث. بالنسبه للاكسسوارات، بور لي اكسسوار، جو مي، انا برتدي إن كاسكات روج، كاسكتة أو برنيطة حمر. الموضوع الثالث ديكري تا نوفيل أمي إي سا تونو، أوصف ديكري يعني أوصف نوفيل أمي، صديقتك الجديدة، إي سا تونو، والزي بتاعها. طيب قلت له جي إن بيل أمي، أنا عندي صديقة جميلة. أدي جملة كاملة خدت درجة من الستة. إلي سيمباتيك، هي تكون ظريفة أو جذابة، أدي كمان جملة يبقى كده درجتين. إلي غروند، هي طويلة، إيمانس، ونحيفة أو رفيعة. إلا لي شوفو بلون، عندها الشعر أشقر. طيب لو ناخد بالنا كده
كام جملة اللي قريناهم أنا حاطط عناصر كتير جدا ممكن يطلبها منك. ممكن يقول لك ديسكريبسيون، الوصف، فوصفتها بأنها جميلة. بل ممكن يقول لك كمان فيزيك، يعني الشكل أو الهيئة. وممكن يطلب منك كمان كاركتير، يعني إيه الشخصية. طيب يبقى كاركتير، قلت له سيمباتيك، شخصيتها إن هي جذابة. طب طلب فيزيك، قلت له جروند، طويلة، إيمانس ورفيعة. يبقى أنا كده أمنت نفسي من أي إليمون أو عنصر ممكن يطلبه مني. قلت له كمان عندها الشعر أشقر، أدي الألوان، قال لي زيو فير، وعندها العيون خضرة. خلي بالك إن الشعر والعيون جمع مذكر، فلما حطيت لون حطيت اللون جمع مذكر، أدي بلون أهي آخرها أس جمع مذكر، وأدي كمان فير خضر جمع مذكر آخرها أس. طب تعالى بقى نوصف لبسها. ال بورت، هي ترتدي ان غاب، فستان روج احمر، اي ان فولار، ووشاح او كوفيه. ال مي دي شوسور نوار، هي لابسه جزمه سوداء. قلنا الجزمه جمع مؤنث يبقى سوداوات، اللون هنا جمع مؤنث. اتالون، بكعب. طيب ال بورت ان باج، هي بترتدي خاتم اونور من الذهب، اي دي بوكل دوري، وحلق للأذن عشان لو طلب العنصر بتاع الأكسسوار. كده خلصنا أهم المواضيع اللي إن شاء الله واحد هيجيلك منهم في الامتحان في الترم ده. الباقي يا شباب ده بقية المنهج، وما أعتقدش إن ممكن يجي، بس برضه لازم نبص عليه علشان نأمن نفسنا. موضوع الرابع بيقول كالك كونساي، بعض النصائح، دون مير، من أم أسفي إلى بنتها. وتملي النصائح يا شباب وانت بتكتبها في الامتحان تكتبها في صيغة الأمر، يعني تنهي الجملة بعلامة التعجب مش بنقطة. أول نصيحة من أم لبنتها، تقول لها رانج توجور، رتبي دائما تا شامبر، غرفتك. أدي أول نصيحة. النصيحة الثانية، في تون لي، اعملي سريرك شاك ماتان، كل صباح. النصيحة الثالثة، نتكوش با، ما تناميش تار، متأخر لسوار في المساء. النصيحة اللي بعد كده، لافت واتو، اصحي بدري. النصيحة اللي بعد كده، لاف لي دون، اغسلي السنين لو ماتان، الصبح الو سوار وفي المساء. اخر نصيحة، في لا فيسيل، اغسلي الاطباق ابري لو روبا، بعد الوجبة. وطبعا دي مش نصيحة، دي امر وبالشبشب طبعا. الموضوع اللي بعد كده، كالك كونساي، بعض النصائح، دو لا كلاس، في الفصل، بور ريسير، لكي ننجح. يبقى كالك كونساي دو لا كلاس بور ريوسير، لكي ننجح. عشان تنجح تعمل ايه؟ اول نصيحه، نو بارلي با او فوازان، ما تتكلموش مع اللي قاعدين جنبكم. فوازان هنا بمعنى اللي قاعد جنبك في الفصل. فات اتونسيون اون كلاس، انتبه في الفصل. ايكوتي بيان فور بروف، استمعوا جيدا لمدرسينكم. ايكوتي معناها يسمع، وبروف هنا اختصار كلمه بروفيسور بمعنى مدرسين، وحطت فيها اس يبقى جمع. ne faites pas de bruit، ما تعملوش دوشه. بروي معناها ضوضاء او دوشه. en classe، في الفصل. ne vous couchez pas، ما تناموش. en classe، في الفصل. étudiez bien vos leçons، ذاكروا جيدا دروسكم. étudier معناها يدرس او يذاكر، وبيان معناها جيدا. اخر نصيحه، faites toujours vos devoirs، اعملوا دايما واجباتكم. طيب الموضوع رقم 6، ديكري تا شامبر، اوصف غرفتك. وده يا شباب في نيتي 4 المفروض ان هو اتلغى، بس ما حدش ضامن حاجه، فقلنا برضو نحطه في المراجعه. لما اجي اوصف غرفتي اقول ايه؟ ما شامبر اي جراند، غرفتي تكون كبيره، اي بيان رانجي، ومرتبه جيدا. طيب دون ما شامبر، في غرفتي، اليا، يوجد ان لي، سرير، اي اون ارموار نوار، ودولاب اسود. يبقى كده وصفت العفش وكمان اللون بتاعه عشان لو طلب كلمة كولير. إليا أوسي، يوجد أيضا، أن بيرو، مكتب، أون بوا، من الخشب. أدي المواد الخام كمان. سور لو بيرو، على المكتب، إليا أن أورديناتور، يوجد كمبيوتر، أي أون لامب، وأباجور. إليا دي بوستر، البوسترات اللي بتعلق على الحيطان. دو ستار، للنجوم، سور لو مور، على الحائط. Il y a un rideau، يوجد ستارة، sur la fenêtre، على الشباك. Et un tapis، وسجادة، sur la terre، على الأرض، عشان لو طلب الإلمان بتاع الأكسسوار.
الموضوع اللي بعد كده، ديكري تا نوفيل ميزون، اوصف منزلك الجديد، وده برضو تبع يونيتي 4 اللي اتلغى. ما ميزون اي جراند، منزلي يكون كبير. ال سو كومبوز، هي تتكون، انا قلت هنا ال لان الميزون مؤنث بيساوي ال يعني هي تتكون دو دوز ايتاج، من دورين. ايتاج معناها طابق او الدور. اون با، تحت في الدور اللي تحت، il y a un salon، يوجد صالون، une cuisine، مطبخ، et une salle de bain، وحمام. en haut، في الأعلى أو فوق، il y a، يوجد، trois chambres، 3 غرف، et une salle à manger، وصالة للطعام أو السفرة. devant la maison، أمام المنزل، il y a un grand beau jardin، حديقة كبيرة جميلة. طيب الموضوع الثامن برضو يخص المنزل، ونيتي كاتر. بارل دي تاش ميناجير، تحدث عن الأعمال المنزلية. تاش معناها مهمة أو العمل، ميناجير المنزلية. كو، التي، تو في، اللي انت بتعملها، أو تو نو في با، اللي ما بتعملهاش، دون لا ميزون، في المنزل. على ميزون، في المنزل، جو رانج ما شامبر، برتب غرفتي، جو في مون لي، وبعمل سريري. Je repasse mes vêtements، بكوي هدومي. mais، لكن. je ne passe pas l'aspirateur، أنا مش ممرر المكنسة. الأسبيراتور معناه مكنسة بالكهرباء. جاد ما مير، أنا بساعد أمي على كويزين، في المطبخ. جام فير لا فيسيل، وبحب أعمل غسيل الأطباق. فير لا فيسيل يعني يغسل الأطباق. آخر موضوع، parle de tes activités quotidiennes، تحدث عن أنشطتك اليومية. كوتيديان معناها يومية، وبما ان اكتيفيتي مؤنثه وهنا فيها اس يبقى جمع مؤنث، يبقى يوميه، كوتيديان برضو جمع مؤنث. je me lève، انا بصحى، à 7 heures du matin، الساعه 7 الصبح. je me douche، انا بستحمى. puis، ثم. je prends le petit déjeuner، انا باخد الفطار. je prends le bus، باخد الاتوبيس، pour aller au lycée، لكي اذهب الى المدرسه. à midi، الساعه 12 الظهر. Je prends le déjeuner، باخد الغداء، au self، في المطعم. Je rentre à la maison، أنا بعود إلى المنزل، à 14 heures، الساعة 2 بعد الظهر. Je fais mes devoirs، وبعمل واجباتي. طيب بعد كده قلت له 20 heures، اللي الساعة 8 مساء. 20 heures بتساوي 8 heures du soir، الساعة 8 مساء. Je regarde la télé، أشاهد التلفزيون، اختصار كلمة تلفزيون، avec ma famille، مع عائلتي. وآخر حاجة، je me couche، verb se coucher بمعنى ينام، à 22 heures، الساعة 10 مساء. تعالى بقى نشوف سؤال السيتياسيون لأجلك في الامتحان. بيجيب لك سؤال يا شباب وعليه 4 اختيارات، بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة. قبل ما نبدأ نحل، عايز أنصح نصيحة مهمة في سؤال السيتياسيون. اوعى تحل السؤال اللي ما تقرأ الـ4 اختيارات اللي هو مديهم لك، لغاية ما تقتنع بالإجابة المطلوبة عشان تحل السؤال اللي عليه. طيب السؤال الاولاني، tu achètes، انت تشتري، un accessoire. tu dis au vendeur، انت تقول للبائع، بتشتري اكسسوار مش لبس، يبقى هتقول للبياع ايه. je prends cette bague، انا اخذ هذا الخاتم. الخاتم اكسسوار، يبقى هي دي الاجابه. تعالى برضو نتاكد، j'aime ce t-shirt، انا حابب التيشيرت ده. التيشيرت مش اكسسوار، ده فاتمون، ملبس. طيب يبقى ما تنفعش. طب ينفع التالتة، je prends ce pantalon، ده برضو ملبس، ما ينفعش. je prends ce pull، البلوفر، طبعا لا. يبقى الإجابة هي الإجابة الأولى. السؤال التاني، tu aimes beaucoup les animaux، أنت تحب كثيرا الحيوانات. tu dis à ta mère، أنت تقول لمامتك، هتقول لها إيه. يا ماما، je veux aller au lycée، أنا أريد أن أذهب إلى المدرسة. المدرسة ما فيهاش حيوانات، هي فيها أصحابك. طيب يا ماما، je veux aller au gymnase، عايز أروح صالة ألعاب بدنية. لا طبعا ما فيهاش حيوانات. يا ماما، je veux aller au club، عايز أروح النادي. النادي ما فيهوش حيوانات. يبقى الإجابة هي الرابعة، je veux aller au zoo، عايز أروح حديقة الحيوان. tu essayes، أنت بتقيس، verb essayer بمعنى يقيس، اللي كان آخره إيجراك ER، هنا شلت الإيجراك بدلتها بإي، وشلت ار حطيت اس. انت بتقيس، ان فيست، جاكيت، بدله.
tu dis à ton copain, انت تقول لرفيقك، هتقول لصاحبك ايه؟ comment vas-tu، كيف حالك؟ مش وقته. ça coûte combien، ده يكلف كام؟ لا، السؤال ده اسأله لمين؟ للبياع، انما انت بتكلم copain، صاحبك. tu aimes ce pantalon، انت حابب البنطلون ده، يعني ايه رأيك فيه؟ ولا ça me va bien، ده لايق عليا. طبعا هي دي الإجابة، لأن أنت بتقيس البنطلون فبتقول له ده كويس عليا، لايق عليا، مناسب ليا، بالإجابة هي الرابعة. السؤال الرابع، tu demandes، أنت تسأل، à une amie، صديقة، ce que، عن الذي، elle porte، هي بترتدي، pour aller، لكي تذهب، à la plage، إلى الشاطئ. elle dit، هي تقول لك، هتلبس ايه وهي رايحة الشاطئ؟ هتقول لك une robe de soirée، فستان سهرة. لا طبعا، ده مش هيتلبس في الشاطئ. دي صندل، صندل احتمال، تعال بس نتأكد. التالتة، دي شوسور اتالون، جزمة بكعب، مستحيل هتلبس جزمة بكعب في الشاطئ. التالتة، دي بوت، البوت، لا طبعا، يبقى الإجابة هي الصندل. تو دوموند، أنت تسأل، à une amie، صديقة، pourquoi، لماذا، elle met un chapeau، هي بترتدي برنيطة. elle dit، هي تقول لك، هترد عليك تقول لك ايه؟ ce chapeau coûte cher، هذه البرنيطة تكلف غالي، شير معناها غالي، يعني سعرها غالي. ده مش رد على سؤالك. pour lire un roman، لكي أقرأ رواية، لا طبعا، parce qu'il y a du soleil، لأنه يوجد شمس، هي دي الإجابة. أن أمي تو دوموند، صديق يسألك، هنا الأمي هو اللي بيسأل، مين بيسأل؟ أن أمي اللي مكتوب في بداية الجملة، تو معناها لك، يبقى أنت دلوقتي مفعول، أنت اللي اتسألت، صديق بيسألك. سو كو، عن الذي، تو مي، أنت ترتدي، أوتور دو كو، حوالين الرقبة، كو معناها الرقبة. أنت تقول، تو دي، يبقى الصاحب هو اللي سألك، أنت هترد تقول له، هتقول له إيه بقى؟ دي جون، قفازات، لا مش بيتلبس حوالين الرقبة. ان بوني، البوني اللي بيتلبس على الراس، طبعا لا. ان كوستوم، بدلة، لا طبعا، الإجابة هي الرابعة، ان فولار، كوفية أو وشاح. ان امي تو دوموند، صديقي يسألك، كاسكو تو فا فير دومان، كاسكو معناها ماذا، تو فا فير، انت راح تعمل، هنا فيرب فير في الفوتشي براش، دومان بكره. tu dis، انت تقول، هتقول له هعمل ايه بكره؟ ينفع اقول له je vais bien merci، انا كويس شكرا؟ لا طبعا، دي مش اجابه على سؤاله. il va faire les devoirs، هو راح يعمل الواجبات. هو مين il؟ انت اللي بتجاوب، لازم بيبقى لازم اجاوب بكلمه je بمعنى انا. je vais aller au cinéma، انا راح اذهب الى السينما. اه طبعا، هي دي الاجابه، وتعالى نتاكد كده. الإجابة الرابعة جو في ألي أو سينما، هي معلش سوري يا جماعة، طبعا الإجابة هي التالتة والرابعة، الاتنين صح. تمانية، تو دوموند، أنت بتسأل، لور، عن الساعة، تو دي، أنت تقول. من أهم الأسئلة وأشهر الأسئلة، بتيجي كل سنة، أنت بتسأل عن الساعة، هتقول إيه وأنت بتسأل مش بتجاوب؟ إيلي كالور، طبعا هي دي الإجابة، يا إما أقول إيلي كالور أو كالور إيلي أو كالور إتيل، التلاتة واحد، يبقى الإجابة هي الأولى. تي دوموند، أنت تسأل، أتون أمي، صاحبك، سون ديغويزمون، تنكره، ديغويزمون معناها التنكر. إيل دي، هو يقول. سألت صاحبك عن التنكر بتاعه، هيقول لك إيه؟ كالي تون ديغويزمون، ما هو تنكرك؟ كنت أختار الإجابة الأولى لو كان هنا، لو كان هنا قال لي في رأس السؤال تي دي، أنت تقول، لأن تي دوموند أنت اللي بتسأل. لكن هنا بيقول لي tu demandes، أنت تسأل، il dit، هو يقول، يعني هيرد على سؤالك، فهيقول لك إيه بقى؟ je suis déguisé، أنا متنكر، en infirmière، في هيئة ممرضة، ولا je suis déguisé، أنا متنكر، en pilote، في هيئة طيار. هتقول يا مسيو ما الاتنين واحد؟ لأ مش واحد. هنا كان بيسأل مين؟ أنت بتسأل مين؟ تانا مين؟ صديقك. ناخد بالنا بقى من التركات دي اللي هيضحك عليك بيها في الامتحان.
تنامي هنا صديق، أمي ما فيش آخرة إلا التأنيس. والإجابة بي بتقول جو سوي ديجويزي، أنا متنكرة. شايف ديجويزي هنا آخرة إلا التأنيس، هنا بنت هي اللي بترد أنا متنكرة أو انفيرميير في هيئة ممرضة. يبقى الإجابة دي ما تنفعش. الإجابة هي التالتة جو سوي ديجويزي، أنا متنكر، لأن كنت بتسأل صديق مش صديقة. هنا ديجويزي ما فيش آخرة إيه، أنا متنكر أون بيلوت في هيئة طيار. تي انتردي، أنت تمنع. انتردي معناها تمنع. تاسور أختك، دو فير أن تفعل كالك شوز، شيء ما. تي دي أنت تقول، بتمنعها يبقى هتقول لها إيه. فا فير تي دوفوار، روحي اعملي واجباتك. ده كده مش منع، ده كده أمر. Ne, je ne vais pas faire mon lit. أنا مش راح أعمل سريري. لا. Ne fais pas de bruit en classe. ما تعمليش دوشة في الفصل. طبعا هي دي الإجابة، هي صيغة أمر بس منفية، يبقى أنت كده بتمنع. Ne fais pas، ما تعمليش، de bruit، ضوضاء، en classe، في الفصل. لكن التالتة بتقول في la vaisselle، اغسلي الأطباق، وده مش منع، يبقى الإجابة هي التالتة. Ton père, أبوك، veut، يريد، lire، يقرأ، le journal، الجريدة. Il te dit، هو يقول لك، بابا هو اللي هيقول لك. Apporte-moi، احضر لي، mes lunettes de soleil، نظارة الشمس. طبعا مش هيلبس نظارة شمس وهو بيقرا الجورنال. ولا هيقول لك Apporte-moi mes lunettes de vue، نظارة الرؤية. في معناها الرؤية أو النظر. طبعا هي دي الإجابة. Le vendeur، البياع، te demande، بيسألك، ta taille، مقاسك. taille معناها مقاس. tu dis، انت تقول له. هترد عليه تقول له ايه؟ j'achète cette jupe، انا اشتري هذه الجيبة. لا طبعا. il fait du 38، هو بيعمل مقاس 38. هو مين هو؟ انت بتقول tu dis، انت تقول، يبقى لازم ارد اقول انا بعمل. يبقى الإجابة هي الرابعة، Je fais du 38، أنا بعمل مقاس 38. Tu demandes، أنت تسأل، un ami، صديق، pourquoi، لماذا، il achète، هو بيشتري، un déguisement، التنكر. il dit، هو يقول لك، رايح يشتري لبس تنكر. هيقول لك إيه؟ pour aller au gymnase، لكي أذهب إلى صالة ألعاب بدنية. لا طبعا. pour manger au restaurant، لكي أكل في المطعم. لا طبعا. pour assister à une fête، علشان احضر حفله. طبعا هي دي الاجابه. un ami te demande، صديق يسالك، où tu passes la soirée، اين انت تقضي السهره. tu dis، انت تقول. هو اللي سالك فانت هترد. ينفع ارد اقول له où tu passes la soirée، اين انت تقضي السهره. كنت اخترت الاولى لو هنا قال لي il dit، هو يقول، لان الامي هو اللي كان بيسال مش انت، يبقى الاولى ما تنفعش. طب ينفع ارد عليها اقول له او ليسي، في المدرسه، افيك مي بروفيسور، مع مدرسيني. طبعا بيقول لك لا سواري، السهره، ما فيش سواري في المدرسه. طيب ينفع اقول اون كلاس، في الفصل، افيك مي كوبا، مع اصحابي. لا طبعا. الاجابه هي الرابعه، او سينما، في السينما، افيك ما فامي، مع عائلتي. tu demandes، انت تسال، أتا سور، أختك، سو كو، عن الذي، ال بورت سو سوار، هي هترتدي هذا المساء. ال دي، هي تقول. هترد عليك تقول لك إيه؟ مي تا جوب أفلور، ارتدي جبتك اللي بالورد. لا طبعا. هي بترد عليك جو بورت اون روب أبوا، أنا ارتدي فستان مشجر. هي دي الإجابة. أنا مي تو دوموند، صديق يسألك، سو كو، عن الذي، tu vas porter، انت راح ترتدي، à la montagne، في الجبل. انت تقول، انت هترد، هتلبس ايه في الجبل. je vais mettre un anorak et des bottes، انا هرتدي anorak، معناها سترة واقية من المطر، وبوت. تنفع ولا ما تنفعش؟ احتمال تنفع، تعال نتأكد ونشوف باقي الإجابات. une chemise à manches courtes، قميص بنص كم، manches courtes معناها كمام قصيرة. طبعا مش هينفع يتلبس في الجبل، لان الجبل في فرنسا برد جدا وجليد، يبقى التانية ما تنفعش.
Je vais à la montagne en été. أنا أذهب إلى الجبل في الصيف. لا طبعا ده مش رد على سؤاله، بيقول لك هتلبس إيه. والتالتة qu'est-ce que tu vas porter، ماذا أنت راح ترتدي في الجبل. ده سؤال مش إجابة، يبقى الوحيد اللي نفعت هي الإجابة الأولى، أنا راح أرتدي سترة واقية من المطر وموت. Ton ami te demande، صديقك يسألك، où tu mets، أين أنت تضع tes affaires، أشيائك. Tu dis، أنت تقول، هتحط حاجتك فين. Je mets un jean، أنا برتدي جينز، ده مش رد. Dans une sacoche، في محفظة، طبعا هي دي الإجابة. Tu demandes à ton ami، أنت بتسأل صاحبك، son avis، رأيه، sur ton look، على مظهرك، look معناه المظهر. Il dit، هو يقول، أنت اللي كنت بتسأل فهو هيرد، هيرد يقول لك إيه. Comment tu trouves mon look، كيف أنت تجد مظهري، إيه رأيك في مظهري. طيب دلوقتي أنت بتسأل، tu demandes، il dit، هو يقول، يبقى تدور على إجابة مش سؤال. Je le trouve moche، أنا شايفه سيء، أو أنا أجده سيء، طبعا هي دي الإجابة. Tu demandes à un ami، أنت بتسأل صديق، ce que، عن الذي، il met، هو يرتدي، pour aller au club، لكي يذهب إلى النادي. il dit، هو يقول، هيلبس إيه وهو رايح النادي. une veste noire، جاكيتة سودة، لأ. شورت وتيشيرت، طبعا هي دي الإجابة، مش هينفع بوت ولا هينفع كوستيوم يعني بدلة. tu donnes ton avis، أنت تعطي رأيك، sur un animal، على حيوان. tu dis، أنت تقول، هتقول إيه وأنت بتدي رأيك على الحيوان. il est le plus intelligent، هو الأكثر ذكاء، تنفع طبعا بس تعال نتأكد. il va bien avec le pantalon، هو شكله كويس بالبنطلون. طب هو الحيوان هيلبس بنطلون؟ يبقى التانية ما تنفعش. جي ان انيمال شي موا، انا عندي حيوان عندي في البيت، بس انت بتدي رأيك، يبقى برضو ما تنفعش. جام لي زانيمو، انا بحب الحيوانات، ما قلتش رأيك برضو في الحيوان، يبقى الإجابة هي الأولى. تون امي تو دوموند، صديقك يسألك، تون افي، رأيك، سور سا تونو، على الزي بتاعه، تونو معناها الزي. il dit، هو يقول، خلي بالك بقى هنا، ton ami te demande، الصديق بيسألك، وفي الآخر قايل لي il dit، هو يقول، وهو اللي كان بيسأل، يبقى دور على السؤال اللي هو سأله، يبقى الإجابة هي التالتة. qu'est-ce que tu penses de cette tenue، ماذا أنت تفكر في هذا الزي، أو رأيك في هذا الزي. tu demandes à ton copain، أنت بتسأل رفيقك، sa couleur préférée، لونه المفضل. il dit، هو يقول لك، انت بتسأله على اللون، هيقول لك ايه. le pull، البلوفر، لا. le football، كرة القدم، لا ده مش لون. je n'aime pas le rouge، ما بحبش الاحمر، ما قالكش المفضل، يبقى الإجابة هي الرابعة، le violet، البنفسجي. ton copain، رفيقك، met un nouveau costume، يرتدي بدلة جديدة. tu dis، انت تقول له، هتقول له ايه. Où est mon costume؟ أين تكون بدلتي؟ لا. Ça te va très bien، مناسبة لي جدا، هي دي الإجابة. Tu demandes à ton ami، أنت بتسأل صاحبك، ce que، عن الذي، il va faire à la fête، هو راح يعمل في الحفلة. il dit، هو يقول لك، هيعمل إيه في الحفلة. Je fais le devoir، بعمل الواجبات، لا طبعا. Je range la chambre، برتب الغرفة، لأ. الإجابة هي التالتة، j'écoute de la musique، أنا بسمع الموسيقى. Tu es à la boutique، أنت تكون في محل الملابس. Le vendeur te dit، البائع يقول لك، هنا البائع هو اللي هيقول لك، هيقول لك إيه. Quelle est ta taille، ما هو مقاسك، طبعا هي دي الإجابة، وتعالى برضو نتأكد. Quelle est ton souhait، ما هي أمنيتك، انت مالك انت. كالي تا باسيون، ما هي هوايتك، لا طبعا. جو في دو 38، انا بعمل مقاس 38، اختار الرابعة لو انت اللي بتقول للبياع، لكن هنا البياع هو اللي هيقول لك، يبقى اختار الاجابة الاولى، ما هو مقاسك. تي او ماجازان دو شوسور، انت تكون في محل الجزم، الجزمة، محل الجزم، شوسور معناها الحذاء.
لو فوندور تو دي، البياع يقول لك، هيقول لك ايه بقى؟ كالي تاتاي، ما هو مقاسك؟ ناخد بالنا بقى، كلمة تاي هو مقاس اللبس مش الجزمة. انت في محل جزم، يبقى الإجابة هي كالي تا بوانتور. بوانتور هو مقاس الحذاء، لكن تاي هو مقاس اللبس، يبقى إجابتنا هي الإجابة التالتة. أنا عمي دوموند، صديقي سألك، سكو عن الذي، تو مي أنت ترتدي، سور لا تيت على الرأس، تو دي أنت تقول. هتلبس إيه على رأسك؟ هل هتلبس جون قفازات؟ لا. هل هتلبس باج خاتم؟ لا. طب فولار كوفية؟ لا طبعا. الإجابة هي الرابعة، ام بوني، البوني اللي بيتلبس على الرأس أو البرنيطة. طيب تان أمي أفا، صديقك جعان، أفا معناها عنده جوع أو يشعر بالجوع، فاهم معناها الجوع. تو دي أنت تقول. صاحبك جعان هتقول له إيه؟ فيت دوفوار، اعمل واجباتك؟ لا طبعا. مانج ان ساندويتش، كل ساندويتش، هي دي الإجابة. طبعا في تمارين تانية على سؤال السيتواسيون، هتلاقيها موجودة في الملزمة بي دي اف، وهتلاقي الإجابة النموذجية بتاعتها في آخر الملزمة. طبعا الملزمة لو أنت عايزها بي دي اف، ممكن تطلبها مني على رقم الواتس اللي ظهر قدامك على الشاشة دلوقتي. كده يكون انتهى الجزء الأولاني من مراجعة ليلة الامتحان. أشوفكم إن شاء الله في الجزء التاني مع الجرامير. انتظروا فيديو جرامير قريبا إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.